أسعد الله أوقاتكم طلابي وطالباتي الأعزاء، طلاب منصة جو أكاديمي والمراكز والمدارس وكل في كل مكان إن شاء الله. أول شيء إحنا نزلنا 5 حصص تأسيس للتكامل، 5 حصص بإذن الله تدرسهم كويس بضمن لك تفوت بداية قوية جدا على المادة وما تشعر خلال المادة أنه في أي شيء جديد عليك، زائد أنت صار عندك خبرة من الفصل الأول كيف تدرس وكيف تتابع موادك. بدنا نحكي بخطة الفصل الثاني. إحنا قسمنا الفصل الثاني إلى 14 أسبوع إلى 14 أسبوع بداية من 27/1 وانتهاء في 3/5، يعني توقيت ستاندرد عشان نختم المادة، لأنه بعد هيك أنت بدك تدخل في امتحانات تجريبية بالمدارس، بدك تجهز حالك للوزارة، بس ينزلون توقيت الوزارة، يعني أعتقد في رينج 22/23/24/6 بدها تكون الامتحانات أو بعد ذلك. فلازم يكون نعرف بالفصل الثاني خطتنا تكون واضحة، نعرف متى بنختم عشان نعرف متى نروح أو عشان نعرف نرتب جدولنا كيف ندرس لامتحانات الوزارة. نيجي أول شيء، شوف بدي أحكي لك نقطة، التكامل هي 6 دروس. بدي أقول لك شغلة، الدرس حصص التأسيس 5 اعتبرها الدرس الأول، إذا صار التكامل 7 دروس. عندنا في أسبوعنا الأول راح ننزل بإذن الله اللي هو من السبت 27/1 للجمعة 2/2 راح ننزل درس تكامل اقترانات خاصة 4 حصص. هذا الدرس بده 7 حصص، بده 7 حصص. ليش؟ لأنه بتناول عدة مواضيع. وعشان تكون بالصورة مبدئيا، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي أخذناه بالتأسيس كثير رح يريحنا في 7 حصص هذول. يعني إحنا بنحط حد أقصى للحصص، ويعني بإذن الله تعالى بإذن الله إنه نقدر نختصر الوقت أكثر. كمان أسبوعنا الثاني راح ننزل فيه تكملة الدرس الأول اللي هو تكامل اقترانات خاصة، بعدين التكامل بالتعويض راح ننزله على 2 أسبوع لأنه برضو كمان بده 7 حصص. بعدين شوف هون في عنا، اللهم صل على سيدنا محمد، التكامل بالكسور الجزئية بننزله في 2 أسبوع اللي بعده بده 3 حصص. التكامل بالأجزاء بده 6 حصص. 4 حصص بنزلن في 2 الأول من 2/3 ولغاية 8/3، وما نسينا انه بيكون 7 في الدوام، وما نسينا انه في شهر رمضان المبارك ان شاء الله بنعاد عليكم وانتم في الصحة والعافية، من 9/3 اتوقع رمضان فلكيا ب 11/3 ل 15/3، هذا الاسبوع اللي فيه بداية رمضان بدنا ننزل فيه 2 حصص، وراح أحاول قدر الإمكان بإذن الله أنزلهم قبل رمضان عشان أول يوم وثاني يوم وثالث يوم برمضان تكون مرتاح تماما، عبين ما الواحد جسمه يتأقلم على الصيام ويتأقلم على موضوع الصيام والدوام يعني. فمن راعي هاي الشغل إن شاء الله. بعديها المعادلات التفاضلية حياخد منا 2 أسبوع، والمساحات حياخد منا 2 أسبوع 4 حصص. يعني في عنا أسابيع بده ينزل فيهم 4 حصص، أسابيع بده ينزل فيهم 3 حصص، والأسبوع الأول بشهر رمضان راح يأخذ معنا 2 حصص فقط لا غير عشان بداية رمضان وعبين ما نتأقلم عليها. هون إحنا بتاريخ 29/3 منكون أنهينا وحدة التكامل بإذن الله. بعدين بيظل عنا 5 أسابيع فقط، بس هم كافيات لأنه وحدة المتجهات وحدة الإحصاء والاحتمالات بسيطات. المتجهات هي أعداد مركبة، طبعا مش هنا يعني نفس مستوى الأعداد المركبة، مش هي الوحدة، نفس مستوى الأعداد مركبة تمام. والأسبوع وحدة الإحصاء والاحتمالات عفوا هي توزيعين، توزيع هندسي وذات حدين، هاي درس أو عفوا درسين، هاي درس فيه توزيعين، والتوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي المعياري هاي درس ثاني برضو فيه توزيعين. كل درس منهم بحاجة إلى 4 حصص، يعني 2 أسبوع بإذن الله. والمتجهات الدرس الأول بده 4 حصص، والدرس الثاني
بده 4 حصص والدرس الأخير بده 4 حصص. طبعا احنا حطينا هون، انا حطيت بالخطة الحصص بزيادة، بالحصص حطيتهم بزيادة، يعني ممكن يكون درس انا حاط له 4 حصص ياخذ معنا 3، لكن احنا على اتفاقنا انا ما بحب الحصص الطويلة، فبنعمل الحصص بوقت اللي تقدر تشتغل على مادتك فيه، واللي تقدر الوقت يسعفك انه بعد الحصة تقدر تدرس الدرس. اللي بدنا نحكيه شيء مهم بخصوص الفصل الثاني، لازم تكون حذر. الفصل الثاني لأنه أنت بتخلص الفصل بتظل دغري رايح وين؟ على امتحانات الوزارة، فالفصل الثاني نوعا ما حساس. أكيد لازم نكون تعلمنا من كل عثرة تعثرناها بالفصل الأول، كل غلطة غلطناها الفصل الأول لازم نكون تعلمنا منها عشان فصلنا الثاني يمشي معانا زي ما بدنا وزيادة. وبدي أعيد، أسعد الله أوقاتكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء على منصة جو أكاديمي وفي المدارس وفي المراكز. الله يعطيكم ألف عافية. نزلت الأسبوع السابق 5 حصص تأسيس للتكامل. اللي بدي إياه منك، مستحيل أرضى أنك تبلش تحضر في حصص المادة بدون ال5 حصص هدول وبدون الامتحان اللي بده ينزل عليهم. أكيد لازم نبلش بامتحان، وأنتوا بتعرفوا أنه الهدف من الامتحان هو تعويدك على تحسم وقتك، زائد نراجع لك الأفكار اللي أنت أخذتها خلال الأسبوع، وراح أكيد يكون في عنا خطة أسبوعية لامتحانات دورية نراجع فيها الفصل الأول ونراجع فيها الفصل الثاني كمان عشان نظل متابعين المادة. بدنا نحكي عن خطتنا للفصل الثاني. احنا قسمنا المادة الى 14 اسبوع، بداية من 27/1 ونهاية المادة راح تكون في 3/5. بداية 5 هو التوقيت المناسب لك عشان تختم المادة، لانه بعديها راح تظل رايح دغري على امتحان الوزارة. شوف هون بخطتنا عندنا الدرس الأول راح يأخذ منا 7 حصص، راح ننزله على أسبوعين. أول أسبوع بننزل فيه 4 حصص والأسبوع الثاني 3 حصص. والدرس الثاني نفس الموضوع، بده يأخذ منا كمان 2 أسبوع 7 حصص، بننزل الأسبوع الأول 4 حصص والأسبوع الثاني 3 حصص. لما تيجي على الدرس الثالث، الدرس الثالث حيأخذ منا 1 أسبوع، احنا راح ياخذ منها 3 حصص، وحتى لو احتاج لحصة رابعة في هذا الدرس بننزلها بنفس الأسبوع عشان يكون الأسبوع الخامس هو أسبوع التكامل بالكسور الجزئية. تمام. بعدين نيجي على الدرس السادس، الدرس السادس بده تقريبا 6 حصص. شوف كيف تقسيمة الدرس السادس، عندنا أول 4 حصص راح ينزلوا بين 2/3 ل 8/3. تمام. لكن في هذا الأسبوع السابع 2 حصص. طب ليش يا أستاذ 2 حصص؟ نزل لنا أكثر عشان نمشي في المادة أسرع ونختصر على حالنا الوقت. تنساش أنه في هذا التاريخ فلكيا شهر رمضان المبارك إن شاء الله بنعاد علينا وعليك وعلى أمة المسلمين كلها، وإحنا وإنتوا بأفضل حال وأهلنا بغزة بأفضل الأحوال، وإن شاء الله نكون كلنا في المسجد الأقصى. في هذا الأسبوع راح يكون في عنا الأسبوع الأول من شهر رمضان. بصراحة عادة هذا الأسبوع الطالب
على الأغلب بيواجه مشكلة فيه. ليش؟ لأنه بده يعني يتأقلم مع موضوع الصيام، النوم بتخربط، الصحوة بتتخربط، آلية الدراسة بتتخربط، في طلاب بيدرس في الليل، في طلاب بنام في النهار بيدرس في الليل، كل إشي بتخربط. فإحنا هذول الحصتين تبعات الأسبوع الأول في شهر رمضان راح أحاول قدر الإمكان أنزلهن، برضو إذا كان رمضان ب11 بنزلهن 9 و10، 9 3 و10 3. ليش؟ عشان أول 3 4 أيام فرصة إلك عشان أنت ترجع تتأقلم كويس وترتب أمورك بشهر رمضان. وبعديها طبعا المعادلات التفاضلية بده أسبوع، والمساحات بدها أسبوع، وقلنا إحنا بنحط عدد الحصص بلس ماينس حصة، وإن شاء الله دائما في الماينس ما يكون في بلس. أوكي، وبدي تلاحظ هون إنه إحنا رح ننتهي من وحدة التكامل بتاريخ 29/3، بتاريخ 29/3، يعني نهاية شهر 3 منخلص التكامل. أوكي، هسه بظل عندنا وحدتين، وحدة المتجهات ووحدة الإحصاء والاحتمالات. ترى وحدة المتجهات بنفس مستوى وحدة الأعداد المركبة، مواضيع ثانية بس بنفس المستوى. يعني الوحدة أنا حاط لها 3 أسابيع 4 بـ4 بـ4، بس راح يكون ال 12 حصة حصص بإذن الله إنها خفيفة وهينة ولينة عليك. وبيظل عندنا بالأخير وحدة الإحصاء والاحتمالات، ترى هي عبارة عن درسين، الدرس الأول فيه توزيع هندسي وتوزيع ذات الحدين، والدرس الثاني فيه التوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي المعياري. هاي وحدة إكسسوارات، يعني علامتها إلك لازم تأخذ علامتها، ولذلك إحنا بإذن الله أكيد بيكون ختامها مسك بإذن الله تعالى. إحنا بنخلص بتوقيت مناسب بعد مشيئة رب العالمين، وفي هذا التوقيت بتكون أنت خلاص زي ما بيحكوها استوى الزيت أو استوى الطبيخ. ليش؟ لأنه أنت راح تخلص من هون، راح تكون فترة امتحانات تجريبية في المدارس، بهاي الفترة راح إما إشي ختمته إشي مواد راح تختمها قريبا بعديها، لأنه بده يصير عندك جدول كيف أدرس لامتحان الوزارة. فتوقيتنا مناسب جدا 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 لإنهاء المادة، زائد راح نكون مرتاحين لأنه راح نختم بوقت بيسمح لنا نرتب أمورنا لامتحان الوزارة. شو اللي مطلوب منك أنت على الفصل الثاني؟ اللي مطلوب منك على الفصل الثاني، أولا لا تحضر أي حصة من هاي الحصص قبل تحضر حصص التأسيس الخمسة. ممكن طالب يصير عنده ظرف معين ينضغط بإشي معين، بدل ما هن هون 4 حصص وهون 3 بيقدر يحضر هون 3 حصص وهون 4. بس اللي بدي أحكي لك إياه إنه الفصل الثاني لازم 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 تكون راسم خطتك، رسم اللي بدك تمشي عليها. لأنه الفصل الأول احنا ختمنا المادة بتاريخ 10/12، اوكي، في طلاب ما خلص ب10/12، ما خلص، ظل 10/1 وظل 15/1 وظل 20/1. احنا بنقول مش خلاف، بهمنا انك تخلص الفصل الاول، لكن على الفصل الثاني الموضوع مش براحتنا. اذا ما خلصنا ب10/15/5 عادي 25 وعادي 1/6، لا تنساش انه عندك امتحانات وزارة، في عندك جدول راح ترجع فيه تشيك على كل موادك الفصلين مش فصل واحد. لذلك الفصل الثاني الله يرضى عليك ويرضى عليك، بدك ترتب امورك كويس وارسم خطتك بالورقة والقلم، ارسم خطتك بالورقة والقلم. لا، وبدك تكون قد حالك. هسا انتهى الموضوع، هذا فصل الحسم وهذا شوط التكتيك. الشوط الاول بيكون ملاخمة، مش ملاخمة، انت جديد وطازع التوجيه، ويعني ممكن في ناس بتعثر، ناس بتأخر، ناس، بس الفصل الثاني بدك تشتغل بتكتيك معين. اذا سواء انا فزت في الشوط الاول او كنت متعادل او كنت خسران، على الشوط الثاني لازم اعمل تكتيك معين يعتمد على نقاط ضعف الخصم عشان اقدر افوز في المباراة. احنا شو خصمنا؟ خصمنا اللي هي العثرات اللي صارت معنا الفصل الاول، بدنا نشتغل على هذا الموضوع ونعالجه تماما عشان بالفصل الثاني ان شاء الله ما يتكرر معنا. اذا المطلوب منك تحضر ال5 حصص، المطلوب منك ترسم خطتك وترتب امورك 100% كيف بدك تمشي، مش بس في الرياضيات، في كل المواد،
والمتابعة أول بأول بإذن الله. بالإضافة إلى راح نشير على الصفحة خطة لمراجعة الفصل الأول، بس روق ما منا نضغط كل إشي مع بعضه، خليك تبلش فصلك الثاني. خطة مراجعاتنا الفصل الأول راح تبلش من أول جمعة بعد 27، يعني توقع بتكون 2-2 أول جمعة بعد 27، إما من 2-2 أو من 9-2، منشوف ومنشير خطة ومنتفق فيها ومنرتب فيها الأمور إن شاء الله رب العالمين. هاي خطة مراجعات الفصل الأول، وأكيد بنطلعكم أول بأول على خطة امتحانات الفصل الثاني. إذن انطلاقتنا بإذن الله بتاريخ 27/1 يوم السبت، نلقاكم في الحصة الأولى، وضروري تكونوا دارسين التأسيس ومقدمين امتحان التأسيس. وفقكم الله بما فيه كل الخير لكم جميعا، الله يعطيكم العافية.